That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so unworthy. My heart feels. هاي بنات، اهلا بيكم في ماي شانل ميميز ميك اب. لو انت جديده هنا اهلا بيكي في ماي شانل. انا اسمي ميمي وانا سايكايتريست وميك اب ارتست. في الشانل دي هتلاقي فيها كل الفيديوهات بتاعت البنات، ميك اب توتوريالز، ريفيوز، ودي اي وايز، وحاجات تانية كتير. فلو انت بتحبي الفيديوهات دي بتاعت البنات وبتحبي تتفرجي عليها، ما تنسيش تعملي سبسكرايب للشانل وتضغطي على الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان يوصلك نوتيفيكيشن لما ارفع فيديو جديد على الشانل. ولو انت سبسكرايبر اوريدي وجايه تاني في الشانل بتاعتي، اهلا بيكي. انا مبسوطه جدا ان انت رجعتي مره ثانيه. بالنسبه للفيديو بتاع النهارده، زي ما انتم شايفين هو عباره عن ميك اب توتوريال. هوريكم ازاي انا عملت الميك اب توتوريال ده. من شايفين هو لطيف جدا ويعتبر سهل للبيجنرز المبتدئين، وفي نفس الوقت شكله تحفه وروعه وفلوليس، وفي نفس الوقت بنيتي ولطيف. فلو انت بتحبي النوع ده من الميك اب لوك، تابعيني عشان تشوفي انا عملت الميك اب لوك كده ازاي. يلا بينا نبتدي. وكالعادة هناخد نافيا من بالم، وهحط شوية صغيرين جدا على بشرتي كلها، وهستخدم ايدي ان انا ابتدي اوزعه في حركة دائرية على بشرتي كلها لحد ما احس ان هو ابتدى يلزق. ساعتها هعرف ان هو كده الدنيا تبقى جاهزة ان انا احط الميك اب عليه. دلوقتي هستخدم كاتريس فاونديشن مع الفرشة دي، وهبتدي ما شايفين احطها بالدروبر بتاعتها شوية نقط كده على البشرة. طبعا لو حبيت احط زيادة بعد كده ممكن احط، اوزعها على بشرتي كلها زي ما انتم شايفين. وبعدين هستخدم الفرشة ان انا ابتدي ادمجه مع بشرتي في حركة دائرية عشان اوزع اللون واخلي كل حاجة تبين انها ناعمة وجميلة زي اير برشت. وطبعا ما تنسيش ان انت بتدمجي الفاونديشن ان انت تنزلي على الابتك سنة علشان خاطر تشيلي اي ماسك فيس ما بين الفاونديشن على وشك وما بين بقية جسمك عشان يبقى اللون مدرج وواضح ان مفيش فرق، يعني مش حاطة فاونديشن فتشيلي الماسك فيس. دي حاجة مهمة جدا اوعي تنسيها. دلوقتي هاخد الليب بالم واحط شويه على شفايفي علشان تطرى وتبقى جميله لحد ما اخلص الميك اب. هستخدم الكونسيلر ده الاول وبعدين كاتريس كونسيلر، ده اللي جيرل كونسيلر. وابتدي احطه زي ما انتم شايفين في شكل مثلث تحت العين، وابتدي اسحبه لبره بالمنظر ده جنب عيني عشان ادي احساس بان الوش مرفوع لفوق زي ما شايفين كده. وهستخدم الفرشه دي عشان ابتدي ادمج الكونسيلر مع الفاونديشن تحتي. انا دايما بحب استخدم الفرشه لانها بتدي فول كفرج، بتدمج بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت ما بتاخدش حاجه من اللون او الكونسيلر او الفاونديشن انا بستخدمه تقريبا خالص، وفي نفس الوقت بتدي اير برشت فينش. فانا بحب دايما ادمج فاونديشن او كونسيلر بالفرشه. وهاخد الفرشه بتاعه الفاونديشن وابتدي ادمج الكونسيلر مع الفاونديشن عشان اشيل اي فرق في اللون او اي خطوط حاده ما بينهم. ده كاتريس فاونديشن زي ما انتم شايفين حطيته في المكانين دول بس عشان يساعد انها تنور المنطقه دي وتساعد انها ترفع وشي وتخلي اللي هو ليفتد فيس شويه. وبرضو هبتدي اخد فرشه فاونديشن، ولو في اي حاجه اي خطوط ولا اي حاجه بحيث ان الوش يبقى ناعم مع بعضه خالص. هاخد الباودر دي احطها في العلبه دي عشان خاطر اعرف استخدمها، هي كوبي لكن جميله جدا مع الفرشه دي. وابتدي اخد الباودر بكميه نوعا ما كبيره، هي عامله زي البيكنج خفيف. يعني انتم شايفين الباودر ما هوش كتير قوي ان هو يعمل بيكنج، بس في نفس الوقت هو كتير كفايه ان هو يخلي المنطقه دي ناعمه. دايما بحطها على طول بعد ما بحط الكونسيلر قبل ما يحصل اي كريسنج عشان يخليها ناعمه وجميله ويشيل اي شادو هيقع عليها. طبعا الاي شادو بيز مهم جدا، هبتدي احطه قبل ما احط الاي شادو بالفرشه بتاعه الكونسيلر اللي انا لسه مستخدماها من شويه، واوزعها على جفني كله. هستخدم الباليت دي من كوستال سنس،
والفرشة دي من ريع تكنيك، وهاخد اللون ده الاول احطه في منطقة الكريس اللي هو ترانزيشن كولر، اللي هو اول لون بنحطه خالص كنوع من البيز قبل ما نحط اي حاجة تانية، وابتدي ادمجه في منطقة الكريس لحد ما اتأكد ان اللون متناسق وشكله لطيف. دلوقتي هاخد اللون ده اللي جنبيه على طول، وهبتدي اركز بنفس الفرشة زي ما انتم شايفين، هبتدي اركز في المنطقة الخارجية من الجفن، والباقي على الفرشة هبتدي اخده جوه الكريس عشان يدي ديفينيشن او يدي شكل افضل. الفرشة دي فرشة فلافي لكنها نظيفة جدا، ما عليهاش اي حاجة، دي هستخدمها علشان ادمج اللونين مع بعض اكتر واشيل اي خطوط حادة على الطروف من الاي شادو، فخليه ناعم وجميل. هاخد اللون ده وبنفس الفرشة بتاعت ريال تكنيك هبتدي احطه برضو في الجزء الخارجي من العين، والباقي برضو من الفرشة هبتدي اخده شوية في الكريس عشان ادمج الوان ببعضها، واللون ده هاخده شوية برا العين عشان خاطر اعمل سحبة خفيفة، وبرضو بالفرشة نظيفة هبتدي ادمج الوان لو في اي خطوط حادة. هاخد الفرشة دي صغيرة شوية انجل براش وهدمج اللونين دول مع بعض، هي كويسة جدا عشان احط الاي شادو ده تحت العين اللي هو في الجفن السفلي من العين، وطبعا ما تنسيش تاخدي اللون وتوصليه بلون الاي شادو اللي اتحط على الجفن العلوي عشان ميبقاش فيه اي جابس واللوك يبقى متناسق مع بعضه. هاخد اللون الغامق ده وابتدي احطه في الجزء البراني او في النص البراني بس من العين، وبرضو هاخده لفوق شوية وادمجه مع الاي شادو من العين من فوق. هاخد باليتي من بيتش كوسماركس جميلة جدا، هاخد اللون ده هو شيمري، فهاخد بايدي الالوان الشيمري بس جميلة جدا انها تتحط بالايد بتدي لون اقوى، وبعد ما حطيت اللون هاخد شوية منها على الفرشة علشان لما بنستخدم صوابعنا بيبقى نوعا الشكل مش متناسق قوي او مش متظبط، فالفرشة بتساعد انها تظبط كل حاجة. وفرش الاي شادو اللي احنا استخدمناه من شوية من غير اي حاجة، بس انا بدمج اللونين ببعض عشان يدي زي جراديان انفكت. دلوقتي دي فرشة نظيفة وهي هاخد شوية بودر وهبتدي احطها تحت العين تحت الحاجب ومنطقة داخلية من العين عشان اشيل وانضف كل حاجة. دلوقتي وقت الجل ايلاينر، هبتدي اعمل وينجد ايلاينر او كيت ايلاينر، وهبتدي اعمله في من اول النص الخارجي من العين، يعني انا مش هكمل ايلاينر لحد ما ادخله جوه خالص، انا خليه من النص العين لحد برا واسحبه في وينجد ايلاينر ناعم وجميل. دلوقتي انا كنت بحط الايلاينر ولقيته شوية ناشف، هو ابتدى ينشف من بيتساب مفتوح كتير، فدلوقتي هستخدم انكلود يور لاين، النقط دي تحفة جدا، خدت بس نقطة واحدة ودمجتها بالجل ايلاينر، زي ما انتم شايفين اللون بقى اسود جامد، هو بقى طري فبقى اللون بتاعه بقى واضح وسهل جدا ان انا احطه، فانا بحب القطرة دي جدا مع اي ايلاينر جل بينشف بيخليها ناعمة جدا وجميلة. بعد ما بخلص الايلاينر اي حاجة بقى فضل على الفرشة هبتدي احطها في الجفن من جوه اللي هو في الووتر لاين او جوه العين من فوق ككحل. دلوقتي انا اكتشفت ان انا كنت ما بصورش للأسف، واكتشفت دلوقتي ان انا بعد ما خلصت الحواجب وبحط المسكرة ان انا ما كنتش بصور، فعشان كده شكلي لطيف جدا زي ما انتم شايفين، متضايقة جدا بس anyway هو ما كانش حاجة قوية قوي، هو انا بس خلصت الحواجب وكنت بخلص في المسكرة، فما كانش في اي حاجة فانسي محتاجين تشوفوها قوي، وانا عملت حواجبي كالعادة. هنا انا بقيت بخلص بقيت المسكرة قبل ما المسكرة تنشف. دلوقتي انا استخدمت المسكرة دي حطيت 2 كوتس على عيني، رموشي الفوق والتحتانية قبل طبعا ما احط الايلاش، وبالنسبة للحواجب استخدمت الجل ده من ديبورا مع الفرشة دي ان انا اعمل الحواجب، واستخدمت طبعا الاي شادو ده او اي براو شادو عشان لو في اي ديفينيشن محتاج اعمله. بس كده دلوقتي الوقت ان انا احط الايلاشز، هستخدم دي من لوردن بيري وطبعا ديو ادهيسف، وهحط الايلاشز دلوقتي.
من شايفين خلت اللوك شكله مختلف تماما. دلوقتي بقى نروح على الوش ونبتدي نظبطه. هستخدم البودر دي من اوريفليم مع طبعا البودر بروش، وابتدي احط البودر على وشي كله عشان اثبت الفاونديشن والكونسيلر اللي انا حطيته من شوية، وفي نفس الوقت يديني المات فينيش او الشكل المطفي. انا بحب جدا الفاونديشن يبقى مطفي، فابتدي يديني مات فينيش على وشي كله ويثبت كل حاجة مكانها. هستخدم الباليت دي، هي كوبي لكن لطيفة جدا، مع الفرشة دي من بيتش كوزماريكس عشان احط الكونتور والهايلايت. هدمج الوان دي مع بعضها وابتدي احط الكونتور بتاعي. هستخدم الفرشة دي، انا ما استخدمتهاش تقريبا خالص قبل كده، اول مرة استخدمها مع انها عندي بقالي فترة طويلة. وهستخدمها ان انا احط الكونتور بتاع النوز او بتاع المناخير، زي ما انتم شايفين لطيفة جدا، فهي عجبتني وهبتدي استخدمها ان انا احط بقى بقية الكونتور على جنب مناخيري عشان اساعد مناخيري يبقى شكلها اصغر شوية. وبعدين هستخدمها بلون زيادة وهبتدي استخدمها ان انا احط الكونتور على جنب بريدج بتاعت مناخيري بالمنظر ده، طبعا الكونتور العادي بتاع المناخير عشان تدي إيحاء بأنها أصغر. اوكي هاخد الفرشة دي وهبتدي ادمج الكونتور مع البودر او الفاونديشن اللي تحتي، وهفضل ادمجه لحد ما يبقى الكونتور ناعم وشكله جميل. دلوقتي هاخد نفس الفرشة اللي لسه مستخدماها دلوقتي مع الهايلايت من الباليت، وهبتدي احطها على البريدج بتاع مناخيري او على طول مناخيري زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، وطبعا على القوس بتاع شفايفي، وهحط شوية على التشن او على الدقن حاجة خفيفة خالص، يعني ما حطيتش اي حاجه زياده اللي كان موجود اوريدي في الفرشه. وبعدين هحط شويه على الجوف او في الجزء الداخلي من العين، وطبعا تحت الحاجب. اوكي هاخد الفرشه دي وهاخد الهايلايت كله مع بعضه وهبتدي احطه فوق الكونتور اللي هو على فوق عظمه الخد في منطقه الهايلايت. ده وقت البلاش، يعني اكتر وقت انا بحبه في الميك اب، ببتدي احط البلاش المفضل ليا بالفرشه المفضله ليا، والبلاش ده من ان واي اكس هو اسمه داستي روز، بحبه جدا اللون ده تحفه بحبه وبعشقه. ابتدي احط البلاش على خدودي وابتدي ادمجه كويس مع الكونتور اللي تحتي، وبعدين هستخدم لون تاني وهو بيتش برضو من ان واي اكس وابتدي احطه فوق البلاش داستي روز. دلوقتي وقت التريك بتاعتي مفضلة عشان عندي فلتر افكت، هاخد الباودر بروش والباودر وهبتدي ادمجه زي ما انتم شفتوا، من شايفين في فرق جميل جدا ان هو بيدمج كل حاجة ببعض، الكونتور بالبلاش بالهايلايت كل حاجة بتبقى ناعمة وجميلة. دلوقتي خلصت ووقت
الليبستيك او الليب كولر هستخدم اللون ده من مابلين، شكله تحفة جدا وبنيتي وجيرلي جدا. هبتدي احطه على شفايفي كلها. وعشان ازود اللون يبقى اقوى شوية هاخد اللون ده من NYX وهحطه فوقه، وكده على كده خلصنا. بس كده، ده بالنسبة لي التوتوريال بتاع النهاردة. اتمنى ان هو يكون عجبكم وكونوا حبيتوا الميك اب لوك ده. وطبعا كالعادة متنسوش اعملوا كومنت لايك وسبسكرايب وتشاروا فيديو مع اصحابكم لو حابين الفيديو، ومتنسوش تابعوا انستجرام والفيسبوك، اللينكات دي موجودة في الديسكريبشن بوكس تحت. ومتنسيش تضغطي على الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان يوصلك نوتيفيكيشن كل مرة ارفع فيها فيديو جديد على الشانل، ويحسنك قريب في الفيديو جديد. وبحبكم كلكم، هاي. But then